هدف ممتاز لعادة، هذه لعادة مخالفة مباشرة للحارس واللاعب اللاعب اكيد محمد علي منصر يسجل. كما قلنا علي معلول بساق اليسار بالانتيريور بكل قوة يشوت الكرة يتألق حارس النجم الذي لغازي شلوف في اتجاه لروشيو قبا كرة خطيرة شادي الهمامي والهدف الثاني شادي الهمامي يسجل الهدف الثاني للنادي الصفاقسي يعني ممتاز جدا ممتاز روشيو قبا في الامداد وشادي الهمامي يضيف الهدف الثاني للصفاقسي اكيد يعني هدف نموذجي لهجوم الاسيسيس وديمونستراسيون بالنسبه للاسيسيس نعاودوا على مستوى هذه اللقطه في الاخر لكن على مستوى الواحد ضد واحد تفوق تقريبا انخفاض محير مردود النجم الذي الساحلي هذه ركنيه في الدقيقه الاخيره من الوقت الضايع تقع الكره خطيره وتتدخل الحارس محمد بودربيلا شادي الهمامي يصور كره خطيره هدف الثالث الهدف الثالث للصفاقسي شادي الهمامي فعلها مره اخرى متوسط ميدان السياسيس يعني رائع جدا هذا اللاعب شادي الهمامي بدون تعليق الهدف له يقول ديمونستراسيون نتاع كره سهله نتاع كره نتاع السياسيس لكن الهدف هذايا مجهود فردي في التنفيذ اللاعب محمد علي منصر كره خطيره وفرصه هدف الهدف الرابع لفريق النادي الصفاقسي يعني ممتازه جدا العمليه هدف رابع لهجوم النادي الصفاقسي هدف ممتاز من غازي شلوف يضيف الهدف الرابع للنجم لفريق النادي الصفاقسي اكيد يعني دفاع على النجم الساحلي تجوزته الاحداث سمير في يعطي محمد سعيد الكردي اشاره التنفيذ كره خطيره وممتازه ممتاز هدف وائل بلكحل هدف في ذلك البيل الفارق ممتازة المخالفة الكرة في شباك الحارس سليم الرباعي أكيد هدف ممتاز ورائع يأكد إمكانية اللاعب هذه وائل بلكحل